خلينا نروح لواحد برضو من نجوم النادي الاهلي، ويمكن واحنا بنتكلم على مركزه من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ مصر في هذا المركز، هو خط الوسط، كابتن هشام حنفي ونجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق. كابتن هشام مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن فروز، اخبارك ايه يا كابتن؟ ربنا يخليك، منور دايما ومتعلق شيك دايما. النهارده شياكه النهارده النهارده شياكه النهارده انت اللي شياكه اهو يا كابتن فروز. شفتك النهارده دايما في الحفله بتاعت زد، وطبعا الحفله كانت موجوده النهارده، ما شاء الله عليك دايما يا كابتن هشام حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن فروز، انا بتشرف بيك دايما وبتشرف اكيد ان انا موجود في منظومه كبيره، منظومه نادي زد. حضرتك جيت النهارده وشفت الايفنت اللي كان معمول النهارده عشان انطلاقه نادي زد الفتره اللي جايه في المستقبل. وبنبارك الكابتن سيف طبعا الرئيس التنفيذي، النهارده تم الاعلان عن ان هو الرئيس التنفيذي لنادي زد، يستحق طبعا كابتن سيف زاهر، من الناس المحترمه جدا. طيب كابتن هشام، خلينا يمكن هكلمك على ما حدث النهارده في مباراه الاهلي والزمالك 99، والشكل اللي احنا مش عارفين مين البطل. اتحاد الكوره ويعني بيعلن ان في مباراه فاصله، الاهلي احتفل الزمالك احتفل، بتشوف النقطة دي يا كابتن هشام في فكرة ان انت بتعمل او بتشتغل على بطولة بلوائح من البداية وبتتغير في وقت من الاوقات، ما تعرفش ليه وايه السبب، رأيك في النقطة دي يا كابتن هشام؟ بص طبعا في الاول في الاخر طبعا مبروك للنادي الاهلي الفوز النهاردة. انا عارف الامور كانت صعبة جدا جدا على فريق 99، فرقة الحمد لله مبشرة للنادي الاهلي على الرغم ان في اعراض كتير جدا طلعوا من فريق 99، لكن في النهايه برضو قدروا يحققوا مكسب كبير على نادي الزمالك. دي بطوله خاصه. اما بخصوص بقى الدوري او مش الدوري، طبعا طول عمرنا ماشيين بالصدفه كابتن فاروق، ما فيش لوائح ما فيش نظام، وعمرنا ما بنتعلم من اللي قبلينا. يعني لو واحد جه النهارده وحط نظام، طب انت حطيته بناء على ايه؟ طب نراجع اللائحه عشان نبقى عارفين ما نتحطش في حاجه زي ديت. النهارده هو دي كده، كل مره بتتحط في مواقف صعبه ومواقف محرجه ومواقف كبيره. فالنهارده انت النهارده بتكرر تاني انك تعمل مباراه فاصله. طب مباراه فاصله بناء على ايه؟ هل مين اللي عنده الحق النهارده؟ هل النادي الاهلي هو اللي عنده الحق ولا الزمالك اللي عنده الحق؟ هل الاهداف ولا النقاط ولا انا مش عارف بالظبط الموضوع كده. فعلا كابتن طارق يحيى قال حاجه غريبه جدا، قال لك طيب لو بالمواجهات المباشره فالاهلي هو اللي كسبان، لكن ليه مباراه فاصله يعني؟ بالظبط، ما هي كده. فانت ليه النهارده بتغير تاني؟ مواجهات مباشره خلاص الاهلي هو اللي حسم الامور في الماتشين، يبقى انت النهارده ليه تعمل مباراه فاصله؟ طب انت عايز تراضي مين؟ تراضي الاهلي ولا تراضي الزمالك ولا تريح دماغك وتعمل مباراه فاصله؟ فالامور بص يا كابتن فاروق دايما ماشيه بالصدفه، وده عيبنا، وكل مره بنقعد نتكلم ونشتكي. هل الامور لما احنا نبقى فيها هنبقى برضه ماشيين بالصدفه؟ طب ما احنا يا جماعه لازم نتعلم. ما انا اكيد مش هاجي في مره هاجي مكان الناس ديت لو انا جيت وافترضنا في حاجه زي دي، لا. انت حضرتك النهارده راجل مسؤول عن اتحاد الكوره وعن المسابقات، لازم يبقى في قرارات من الاول معروفه ومعلنه، ما بقاش بالصدفه قرار كده بالصدفه كابتن فاروق. يعني حاجه غريبه جدا وحاجه يعني دايما بنتحط في نتمنى الامور دي يا كابتن صراحه. يعني انا حتى مش بنتكلم على قطاعات الناشئين واللوائح، لا ده احنا بنتكلم كمان على الدوري ممتاز وتحديد مباريات من الجدول، وقلنا مفيش تأجيلات وتلاقي الأمور بتتأجل، اللوائح ممكن تتغير في حاجات كتير جدا. يعني برضو هي نقطة موجودة في الكرة كلها، مش بتكلم على القطاعات بس الناشئين، لأن كابتن انت عارف انت فكرة انت الناشئ لما تيجي تعوده حتى من هو صغير كمان انه يبتدي يشتغل بشكل معين بلوائح معينة، بيطلع تلاقيه خلاص السيستم ماشي على الكل من بداية القطاعات للفريق الأول، لكن حتى الآن احنا مش ناجحين في الجزئيه دي بشكل كبير يا كابتن هشام. لا هو احنا مش ناجحين خالص يعني. دي مشكله بجد. صحيح. والله يعني يعني انت بتتكلم على مستوى كمان الفريق كبير. يعني انت بتتكلم في هو دي اهم حاجه، ايه وظيفتك؟ طب حضرتك النهارده لما تبقى وظيفتك في اتحاد الكوره مسؤول عن المسابقات، طب حضرتك ايه الوظيفه؟ فين؟ ايه تاني؟ بتعمل ايه تاني حضرتك عشان نبقى عارفين؟ عشان حضرتك تبقى مشغول في ايه او حضرتك تقعد تاجل كل شويه؟ لا عايزين نبقى زي الناس في اوروبا يعني. نفسنا نشوف ده دوري محترم، دوري بيجي ما نقولش طب هنضغط المباراه عشان بقول لك ايه ده، انا سمعت امبارح قرار بالصدفه او النهارده، اصل احنا تعاقدنا مع شركتين فار فهنضغط المباراه ده عشان نلحق. هو في كده يا فاروق؟ هو طب ما من الاول في شركه اصليه وفي شركه ثانيه بتساعد. ايوه صح. طيب هل النهارده بقى لما انت تعاقدت مع اثنين هتضغط الدوري؟ يعني هو ده ايه؟ مش فاهمها برضو. هو الموضوع واصل لغايه فين؟ لا بص يا فاروق، يعني بصراحه الدنيا في مصر عايزه تتغير شويه في الرياضه تحديدا. تحديدا في الرياضه الاخص طبعا، الحمد لله مصر بتتقدم في كل حاجه ما عدا الرياضه. الرياضه ما بتتقدمش خالص على الرغم ان في رموز كبيره جدا في الرياضه،
لكن برضه هو احنا عندنا رياضات بس ما شاء الله كابتن هشام ماشيه يعني اتحادات زي اتحاد اليد، امور تانية في اتحاد زي طبعا السلاح ويعني يعني الطايره والسلاح لا بقى في حاجات تانية بقت الواحد بقى فخور بيها بصراحه، حتى الالعاب الفرديه بقى الواحد فخور بالنجوم اللي فيها. صحيح، انت بتتكلم على جزئيه كره القدم.